الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو اللقاء الأول في مراجعات الفكر الوهابي. وعند الحديث عن مسمى الوهابية، الحقيقة أن كثير قد يخالفني ويعارضني وقد يغضب، لماذا تسمينا بالوهابية؟ هل نحن فرقة من الفرق؟ نحن نسمي الآخرين، نحن نسمي، نقول أشعرية، نقول صوفية، نقول مثلا حتى تيارات إخوان المسلمين تبليغ، لكن أن تسمينا نحن بالوهابية، هذا المسمى مرفوض ومكروه، وأنا أعرف هذا جيدا. وليس هدف الحقيقة من هذه التسمية هو محاولة التصنيف أو إشعال الطائفية فيما بيننا، ليس هذا هو القصد، لكن القصد أن كل مجموعة من الناس تعتنق فكرا معينا، لابد طالما أنها تشترك في هذا الفكر وتختلف فيه عن الآخرين، لابد أن يأتيها مسمى. حتى أهل السنة أنفسهم سموهم أهل السنة، أهل السنة والجماعة، يعني لهم اسم. وكذلك التيارات، الحنابلة مثلا، حنابلة ما هم؟ ليسوا من أهل السنة؟ هم من أهل السنة، يقول لك حنابلة. لماذا؟ أتباع أحمد بن حنبل. لماذا أتباع أحمد بن حنبل؟ أغلب مذاهبهم، أغلب آرائهم الفقهية يعتمدون فيها على الإمام. أنا حينما أقول وهابية الحقيقة لا أقصد المسبة أو غيره، لكن أنا أريد أننا نحدد، يعني نحدد خلاص، في طائفة الآن أصبحت أو فئة معينة في المجتمع الإسلامي معروف أنها تعتنق كذا وكذا وكذا، وتجعل من دعوة الشيخ محمد الوهاب دستورا لها وأساسا تدرسه لأبنائها وثقافة. فمن هذا الباب نحن نسمي، فاسمحوا لنا، يعني اللي عندهم حساسية من هذا الموضوع اسمحوا لنا أن نسميكم وهابية شوي في هذا الطرح البسيط، ويعلم الله أنه بحسن نية، يعني ليس منه قصد سوء ولا شيء آخر. كذلك يعني لنسمح لأنفسنا بأن نتقاطع فكريا مع من يخالفنا، لا مانع من أن تتقاطع فكريا مع من يخالفك. يعني كثير من الناس يكره هذا الطرح، حينما تقول وهابي يقول لك أنت تعطي الآن سلاحا فتاكا لأصحاب أهل البدع والطوائف الأخرى، يعني مثل الشيعة ولا مثل غيرهم، الليبرالية الآن سوف يستفيدون من هذا الطرح ويقولون انظروا هذا شخص من الوهابية يطعن في الوهابية، ولأجل ذلك كثير منا قد يحجم عن عمل مثل هذه المراجعات. وهذا حقيقة يعني أعتبره أنا من تلبيس الشيطان. يعني الإنسان لا ينبغي، الله تعالى يقول لا يجرمنكم شنآن وقوم على أن لا تعدلوا. يعني أنت شنآنك مع الفرق الأخرى التي تعاديك لا يعني أنك تمنع في أن تتقاطع معها أحيانا إن تطلب الأمر في بعض الجوانب. قد يأتي الحق عندهم في جوانب وتتفق معهم فيها، فلا مانع من ذلك. وأنا أعلم أن مثل هذا الكلام الذي أطرحه هنا قد يستغل، يعني بكرة تجد بعض مثلا من الشيعة أو بعض من الليبراليين أو غيرهم يأتوا ويأخذوا مقاطع من هذه ويبدأوا ينكلوا فيها يعني إخواننا الوهابية. معليش، إحنا في الفكر الطرح يجب أن, 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 أن نطرحه بلا خوف وبلا رهبة، ولا نعمل هذه الحسابات. في الأخير ما يصح كما يقال إلا الصحيح، الشيء الصحيح سوف يثبت والدخيل والدخل سوف يخرج، فلا ينبغي أن نتهيب لأجل ذلك. سبب هذه المراجعات الحقيقة هو وجود صفات منهجية انبنت على فكر ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتطورت مع الوقت. وهذه السلوكات أو الصفات المنهجية الموجودة مخالفة لروح الإسلام، وأنا جمعت عدد منها بلغ معي 14 تقريبا صفة منهجية أرى في الحقيقة أنها مما يشكل فيه على فكر الوهابي. وهذه النقاط تجعل كثير من الناس عنده موقف عدائي من الوهابية في نظري بسبب هذه الصفات المنهجية، وبسبب طبعا الصفة الأهم والأكبر، وهو أن الفكر الوهابي هو المنبع الأصلي للمناهج التكفيرية المعاصرة. طبعا هذا الكلام سيصدم كثيرين،
وأنا صدمني حقيقة. أنا ما كنت أؤمن بهذا، أنا ولا كنت أعرف هذا، لكن بعدما تعمقت في في في, في النظر في دعوة الشيخ عبد الوهاب، جدت أن هي المنبع الأول للفكر التكفيري المعاصر. وهذه ليست دعوة أنا أتبجح بها، سوف أتيك بها من مصادر أتباع الشيخ أنفسه ومن كتب الشيخ لي. فليست هي تهمة أنا ألقيها جزافا. السبب الثالث الحقيقة لهذه المراجعات هو الحملة التشويهية العظيمة التي يتعرض لها الإسلام اليوم. اليوم يتعرض الإسلام لحملة تشويه ما سبق لها مثيل حسب ما أعتقد في تاريخ الأمة الإسلامية. اليوم التشويه أصبح شيء غير عادي. فكفانا تمسكا بمناهج وأطر وأفكار قد تكون مخالفة لروح الإسلام، ينبغي أن نناقشها. أنا سوف أطرح عليك اليوم بعض منها، دعونا نأخذها بحرية بعيدا عن التعصب، بعيدا عن التشنج. إن كان فيها حق أخذنا، إن كان فيها شيء هذا فكر كلام هوى. أنا الذي أتكلم فيه اليوم كلام هوى ما يلزمك، إن كان صواب فالحمد لله تستفيد منه، إن كان خطأ فاتركه، لا يلزمك في شيء. حقيقة أن فكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب تطور عبر الزمن، وهذه الصفات التي أنا أذكرها الآن أو الملاحظات الفكرية هي ترتبط بدعوة الشيخ بن عبد الوهاب تاريخيا، لكنها تطورت. يعني فكر الشيخ بن عبد الوهاب كان يمثله الشيخ وأتباعه، وصدر منهم ما صدر مما سوف يأتي معنا، لكن بعد ذلك جاء بفترة من الزمن ممكن 100 سنة أعتقد أو أكثر شوي، جاء فكر أخوان من طاع الله. أخوان من طاع الله هم الصورة طبق الأصل من الوهابية القدماء، وأعادوا وأحيوا تراث الشيخ بالكامل وطبقوه حتى عمليا على أرض الواقع كما سيأتي معنا بالتفصيل. هذا الفكر رغم أنه أيضا يعني حصلت له محاربة رسمية من الملك عبد العزيز رحمه الله فكرية وعسكرية أيضا، إلا أنه بقيت فيه البذور باقية وبدأت تتشكل بأشكال مختلفة، حتى خرجت عندنا في فترة ما سمي بالصحوة، أخذت بعض وكثير من الأفكار الأصلية التي اعتنقها الأخوان التي اعتنقوها بدورهم من دعوة الشيخ، وأصبحت منتشرة، وأصبح كثير الناس يرى هذه الأشياء وينكرها لكن لا يعرف أصلها، لا يعرف من أين أتت. والحقيقة أن هذا هو منبعها، وسوف نبحث هذا إن شاء الله. فإذا دعوة الإخوان مرتبطة بدعوة الشيخ عبد الوهاب، ونحن اليوم المعاصرون مرتبطون بدعوة الإخوان. هناك في ارتباط وهو ظاهر جدا، سوف ترونه الآن من بعض الأطروحات، تجد كيف أننا وافقنا الأجداد في الأصول، يعني أخذنا الأصول وطورنا عليها أو تشكلت هي بفعل الزمن حتى وصلنا إلى ما نحن عليه. في هذه المراجعات أنا سوف أبدأ بالعكس، يعني لن أبدأ في مناقشة فكر الشيخ عبد محمد بن الوهاب من الأساس ثم أتدرج تاريخيا حتى أصل إلى زماننا هذا، بل بالعكس سوف أبدأ أنا من مراجعة الفكر الحالي للوهابية وبعض المظاهر كما قلت السلوكية الموجودة، ثم بعد ذلك أبدأ أرجع وأفتح موضوع فكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب. طبعا هذه المظاهر التي جمعتها هل هي موجودة أو لا؟ يعني البعض يقول يعني ربما تكون يعارض، يقول هي غير موجودة، ربما هذه افتراء من عندك. فعلامة وجودها أو عدم وجودها هو الدفاع عنها. يعني إذا أنت طرحت هذه الصفات أمام شخص وهابي أو غير وهابي وبدأ يدافع عنها هذه الفكرة، وهي فكرة خاطئة نحن نعرف أنها خاطئة وناقشناها بأنها خاطئة، وتجد أنه يدافع عنها، فهذا علامة على أنها موجودة، أو على الأقل هو يؤيدها وهو قابل لأن يأخذها.
تمام؟ فهذه ملاحظة أولى يجب أن ننتبه لها. أيضا قد يوجد بعض الأشخاص يتخلى عن بعض هذه الأفكار التي أنا أذكرها، يعني لا يشترط أن كل المنتمون إلى الوهابية أن كلهم يطبقون هذه المظاهر مظهرا مظهرا، لا، قد تجد مثلا هي 14 مظهر، قد تجد شخص فيه 12 منها، شخص فيه 10، شخص يأخذ فيها كلها، شخص فيه عنده 5-6. لكن في المجمل العام حينما تريد أن تقيم تقول هذول الجماعة من الناس هل هذه الصفات موجودة فيهم؟ أنا أزعم أنها كذلك. كذلك هذه الظواهر التي سأذكرها لكم كمقدمة لمراجعة فكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب وآثاره، يعني هذه تعتبر من آثار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيما أزعم. كل ظاهرة منها تحتاج في مناقشتها ربما إلى كتاب أو كتب، لأنها مبادئ عامة شرعية وفقهية بعضها، وتحتاج حقيقة إلى كلام كثير. لكن الهدف هو يعني تسليط الضوء فقط على هذه المحاور وفتح الباب لمناقشتها. ينبغي أن نتخلص أيضا، أنا هذه فرصة، يعني كتاب أو عمل هذا الموضوع في المراجعات، أننا نتخلص قليلا من عقدة الرعب من مناقشة فكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب. يعني إحنا عندنا من الطبيعي جدا أنك تناقش فكر أحمد، الإمام أحمد بن حنبل، الإمام الشافعي، وتكتب أخطاء الشافعي، عادي جدا. لكن إذا جينا إلى فكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب، شوف على طول يسحب بريك وخوف، وتبدأ ربما الاتهامات، قد تتهم بأنك زنديق، أنك مبتدع، أنك كذا، أنك كذا. لماذا طبعا؟ لأن دعوة الشيخ أيضا يوجد لها أعداء من هم خارج السنة، وبالأخص يعني الشيعة أو بعض المتصوفة أو بعض المعتزلة أو غيرهم، يعني هم عندهم عداء للوهابية، ليس لأجل الوهابية بذاتها، إنما لما تحمله من مبادئ سنية. نحن لا نتحدث عن هذا، نحن نوافق على سنية الوهابية في أجزاء، ليس طبعا في باب الإيمان، في باب الإيمان ليسوا سنيين حقيقة ولا ينتمون إلى مذهب أهل السنة. المبادئ التي طبقت وعملت هي مبادئ تكفيرية لا تنتمي ولا تموت لأهل السنة بصلة، سنناقش ذلك بالتفصيل. لكن في المجمل العام نحن لا نناقش الوهابية من منطلق عداء خاص، فلينتبه لذلك. طبعا قد لا يكون أيضا أن من أتباع يعني الشيخ محمد بن الوهاب نفسه يكون قد مارسوا هذه الظواهر التي أنا سوف أتحدث عنها، لكن قطعا أن أساس كل فكرة مما أذكر لها أصل موجود تجده في دعوة الشيخ محمد بن الوهاب والأخوة الذين أتوا فيما بعد. لكن هذا المظهر تطور وتشكل حتى وصل إلينا بشكله الحالي. أيضا من الأمور التي أحب أن أنوه عليها قبل أن أدخل في صلب الموضوع، أن هذه المظاهر غير مستقصاة علميا، يعني هي مجرد نظرة شخصية من خلال متابعة، من خلال معايشة اكتشفت وجود مثل هذه، فقد يكون يعني قد أكون مصيب وقد أكون مخطئ. هنا نقطة أنا أريد أيضا أن ننبه عليها، أنا ابن الدعوة الوهابية، أنا ماني دارس في واشنطن، ولا درست في جامعة الإمام محمد بن سعود، يعني جامعة تعتبر عقر ومقر للفكر الوهابي، ودرست في القصيم في بريدة وعنيزة، هي كانت أيضا في فترة التي درست فيها تعتبر هي المنبع الذي يخرج هذا الفكر، والمشايخ الذين تعلمت عليهم كلهم يعتنقون هذا الفكر ويدعون إليه. حتى من الأشياء اللي يعني كنت أتعجب لها في فترة الجامعة أنه معنا ناس كبار في السن، يعني في الجامعة ثانية جامعة يروح يدرس في المسجد الأصول الثلاث، من ربك ما دينك من يبيه، المسألة أصبحت حتى تبرك، يعني هل أنت واحد ما شاء الله دارس 12 سنة كتاب التوحيد والدنيا ودارس جامعة 3 سنوات تخصص شريعة ورايح لمسجد عند شيخ عشان تدرس، والله من ربك ما دينك من نبيك، تشعر المسألة يعني فيها ما فيها. فالذي أريد أن أقول، أنا ابن هذه الدعوة، أنا ابنه، وحينما أتكلم أنا لا أتكلم بفكر غربي ولا شرقي ولا كذا، أنا أتكلم
من فكر هذه الدعوة بما تعلمته وبما درسته منها وبما عايشته. أنا عايشت هذا الفكر وعشته عمليا، يعني أيوما ما هذه المظاهر ربما كانت كلها موجودة عندي، وهي موجودة عند من حولي من زملائي، وموجودة في ما أسمع من محاضرات ومن خطب ومن كلام للعلماء والمشايخ والدعوة وإلى آخره. هذه المظاهر كانت موجودة، وكثير من الناس أعتقد أنهم سيوافقوني عليها، وأنا طرحتها أكثر من مرة، طرحتها مرة في تويتر، مرة طرحتها في منتديات، ووجدت أن كثير من الناس قالوا نعم هذه فعلا موجودة. فالمهم أن هذه المظاهر حتى نعرف لابد أن ننظر هل هي موجودة فعلا ولا غير موجودة. إن قلنا غير موجودة وكانت في الوقت ذاته مرفوضة عندنا فالحمد لله لا تلزمنا، نطلعها برا بحث. لكن إن كانت موجودة فيجب أن نناقش، وإن كانت غير موجودة لكنها مقبولة لدينا علميا، يعني نرى هذا الرأي، فأيضا ينبغي أن نناقش. طيب هذه الصفات خلينا نبدأ فيها. أول صفة من هذه الصفات هي العبادة بمفهوم الخوف. كما نعلم نحن أن المسلم المعتدل، المسلم السوي، ينبغي أن يعبد الله سبحانه وتعالى بالخوف والرجاء مجتمعا. إذا قدم جانبا على آخر يكون عنده مشكلة فكرية أو منهجية في علاقته بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات يذكر هذا، يقول ويدعوننا رغبا ورهبا. دائما تجد في القرآن يذكر الجنة ثم يذكر النار، يذكر الوعد ثم يذكر الوعيد مباشرة، وادعوه خوفا وطامعا. ما قال خوفا بس ولا قال طمعا بس، لازم خوفا وطامعا. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. فحينما تجد أن فئة من الناس بدأت تتعبد الله بمفهوم الخوف أكثر من جانب الرجاء، اعرف أن عندهم مشكلة. وعموما الفكر التكفيري والذي أزعم أن الفكر الوهابي هو فكر تكفيري في أصله، وسوف أناقش ذلك، لا أحد يستعجل، سأناقشه من الكتب ومن التاريخ، يعني سوف يأتي معنا، لا أريد أن أسبق الأحداث. فالعبادة بهذا المفهوم فيها مشكلة. تجد أن الفكر التكفيري ينحاز دائما إلى جانب الخوف. لماذا؟ لأن عنده الإيمان هو مثل الشعرة، ممكن في أي لحظة تنتهي، وممكن أنك تكفر في لحظة، ممكن تكفر بكلمة وأنت لا تدري. فعقلية من هذا النوع بالطبيعي أنها سوف تتعامل مع الله بمفهوم الخوف، وخايف ممكن في لحظة يصير منافق ولا يدري، في لحظة ممكن يصير كافر وهو لا يدري. هذا كلام غير صحيح مطلقا. وهذا المظهر تجده أين؟ تجده في المساجد. روح شوف الأدعية تبعنا، شوف كيف الصراخ، شوف العويل، وكأنهم في جهنم. وأيضا حينما تأتي آيات الوعيد تشوف البكاء والخشوع والخضوع، وحينما تأتي آيات الرحمة وآيات وعد الله بالخير وآيات الجنة التي ينبغي الإنسان فيها أن يستحي من الله ويقدر عظمة الله ويبكي منها، لا تجد شيء، تعدي كذا مرور الكرام. وحينما يأتي الخوف والرعب تشوف يعيد الآية 3-4-5 مرات. ليش؟ لأنه يعبد الله هو بمفهوم الخوف. وقد ثبت عن بعض السلف وأظنهم الحسن البصري رحمه الله أن يقول الخوف والرجاء كالجناحين للمؤمن، متى طار بأيهما سقط. طرت بالخوف وحده سوف تسقط، بالرجاء وحده سوف تسقط. فهذا مظهر من المظاهر. ثانيا العبادة بمفهوم الكم ولو على حساب الكيف، وأيضا مرتبط بمسألة الفكر التكفيري. لماذا؟ لأنه هو أصلا يعامل الله كما قلت معاملة حسابية، الله سبحانه وتعالى كأنه متربص له، ممكن في أي لحظة زلل أنت تخرج من الدين بالكلية. فهو يتعامل مع الله من مفهوم كمومي حسابي. وتعال شوف أنت الثقافة العامة الموجودة عندنا كوهابيين، أنا واحد ترى منكم، يعني والله واحد منكم، يعني أنا عشت هذا الفكر وأعرفه، يعني وأنتم تعرفونه. فتعال شوف مجالسنا حينما نتكلم عن في الصلوات مثلا في التراويح ولا في كذا، على طول
كم ختمة ختمته؟ كم ركعة صليته؟ مهم عندنا جدا. ما نادرا جدا أن تسأل عن والله هل يقرأ بخضوع وخشوع؟ هل يقرأ بتدبر وتفكر أم لا؟ نروح في التحافيظ عندنا، تحافيظ القرآن الكريم، المهم كم يحفظ؟ كم جزء تحفظ؟ طيب يا أخي هل هو حتى حفظه يعني حفظ متقن؟ حتى الإتقان ما بس متقن، كثرة كثرة تعداد تعداد. فهذا أيضا من 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 الأمور التي منتشرة في الفكر الوهابي. ثالثا الانعزال الشعوري عن المجتمع، وهذا طبعا بدأ مع دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب تمثل في الهجرة. طبعا هو بعد ما كفر جميع القبائل التي كانت موجودة وجميع أهل المدن المحيطة به وجميع الجزيرة العربية كلها كانت كافرة عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وسنناقش ذلك، بدأوا بالهجرة. تجد في التواريخ الموثقة، التواريخ الموثقة تبعنا، تواريخنا مو تواريخ الغرب ولا المستشرقين ولا تواريخ الشيعة ولا لا لا، تواريخنا نحن، يكتب فيها أنهم كانوا يهاجرون من الرياض إلى الدرب، يفرون بدينهم ويعيشون حياتهم الخاصة، وكان عندهم تشددات كثيرة ما كان يطيقها أحد من الناس، وحتى هذه مارسها الأخوان، أخوان من طاع الله، عملوا أكثر من 300 هجرة وإلى اليوم موجودة. اليوم أنت لو مشيت في الطرق السريعة عندنا في المملكة، هجرة فلان هجرة فلان هجرة فلان، تعرف ما معنى هجرة فلان؟ هجرة فلان هذا كان واحد يخرج من الإخوان، يخرج من قبيلته ويهاجر إلى تلك الأماكن ويقيم فيها دينه الذي هرب فيه من 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 أولئك الكفار. طبعا جاتك بعض التحريفات وبعض التزويرات، قالك لا هو هجر حياة البادية إلى حياة المدن. يا أخي يهجر حياة البادية يروح الأرطاوية ولا يروح الغطغط؟ يهجر حياة البادية يروح المدن، يروح لي في الخلوات في الصحاري. هذا اللي بيهجر البداوة يعني فيصل بن دويش لما خرج من الخرمة إلى أين ذهب؟ ذهب إلى الأرطاوية. راح الرياض هو ولا راح المدينة ولا راح مكة حتى يتحضر؟ لا، فالمسألة واضحة يعني، بس لا الواحد يعني الدفاع هذا بأي شكل لا ينبغي يعني. فالانعزال الشعوري هذا عن المجتمع أول ما بدأ، هو بدأ مع هذا الفكر حقيقة وجان منه نصيب. اليوم تجد فعلا أنه يعيش معنا كثير من الناس بالجسد فقط، ولا يفرح لأفراحك ولا يحزن لحزنك ولا يتعاطى أصلا مع ما أنت تتعاطى معاه يعني. هو يعيش في جانب آخر مع مجموعته اللي احنا نسميهم مثلا مطاوعة أو غيره، طبعا اسم مطوع ترى هذا مأخوذ من 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 تاريخ سوف أتعرض له إن شاء الله. فهو مع هؤلاء المجموعة يشعر معهم بالراحة وكذا، وإذا أتى عند هؤلاء يشعر أنه منعزل حقيقة. هذا الانعزال خطر شديد، خطر شديد على على الفكر وعلى النفس، وله له أثار سلبية كثيرة جدا. رابعا عندنا الانتصار لبعضهم في مواجهة الآخرين من باب الحمية، وهذه موجودة وظاهرة. يعني إذا جاء واحد من 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 مجموعتنا من شيوخنا من دعاتنا، هذا نحميه مباشرة حتى ولو أخطأ، لكن طالما أنه يتكلم في مواجهة شخص آخر ليس منا نساعده مباشرة ونقف معه بالحق وبالباطل. هذه أيضا من الصفات التي موجودة وتلاحظها دائما يعني، حتى بعضهم والله العظيم يعني ممكن حتى هذا الفيديو الآن ممكن تجد تحت يعلقون أناس مجرد أنه قرأ كلمة وهابية يبدأ يسبك ويشتمك تحت وهو ما سمع ولا شيء ولا يريد أصلا أن يسمع أي شيء، هو فقط عنده تغريس كامل أني أنا يجب أن أدافع عن الدين الذي هو عندي. إيش أفكاري هذه اللي أسميها التي يمثلها مشايخي، ولا هؤلاء هم الذين أمثلهم وأنصرهم بالحق والباطل، ولا يهمني أصلا أنه عندهم حق ولا باطل، يهمني أن هذا فلان يجب أن أنصره فقط هكذا. خامسا الخوف على الإسلام وكأنه دين هش، وأنا حقيقة أتقزز من 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 هذه الخصلة. يعني دين عظيم مثل هذا الدين الإسلامي الذي يكافح يعني جميع محاولات الهدم والتشكيك على مر العصور، هذا الدين القوي المتين، المتين الذي وصف الله بالمتين والذي تعهد الله بحفظه، تأتيني أنت تقول لي أنك أنه يعني
دين ضعيف، أقل حاجة تحصل عندنا قال لك الإسلام سوف يهدم، ويسوي لك معركة ويسوي لك مشاكل طويلة عريضة. ليش؟ هو خايف على الإسلام هذا المسكين. هذا الإسلام كان الدين اللي كذا يعني مثل قشرة البيضة، ممكن لو سوينا فيه كذا خلاص انتهى هذا الإسلام. هذه المشكلة، هذا الدين أقوى منك يا أخي، أقوى مني ومنك. أنت بس خاف على نفسك، الله يخليك خاف على نفسك، لا تخاف على الإسلام. خاف على الإسلام من التشويه فقط. إذا أردت أن تخاف خاف عليه من التشويه بس، أما أنك تخاف على الإسلام نفسه أنه ينهار، هذا اعتقاد والله فاسد، والله فاسد. سادسا، النظرة السوداوية للعصر والأدوات العصرية ومحاربة كل ما هو جديد. وهذه موجودة ولا لا؟ يعني لا أعتقد أحد يخالفني هذا. وبدأت من مع حتى أخوان الأخوان قبل يعني 80 سنة أو 70 سنة، كانوا يحرمون السيارة ويحرمون الهاتف ويحرمون البرقية، وبقي الملك عبد العزيز معهم في عراق شديد، وسوى مؤتمر حتى يعني آخر ما ضاق الحال عمل لهم مؤتمر ونادى فيه علماء وبدأ يعني يطرح لهم أمور، يا جماعة خلصونا من هذه الفكرة. وخرجوا بعد ذلك ووافقوا على أن تدخل السيارة وتدخل هذه الشركات ممنوع، واستمر ذلك حتى الوقت الحالي. أي شيء يأتينا جديد نعمل عليه مشكلة وإزعاج كبير. أعد لكم، والله ما أخشى أن أصابع يدي لا تكفيني، انترنت تديش، وبعدين تيجي تشوف يلا يجيب لك بروشورات بكبر باب المسجد متر في مترين، الخطر القادم، اتقوا الله في من يعرف، مشكلة طويلة عريضة. وبعد سنة ولا سنتين يصبح هذا الجديد قديما وتستوعبه العقول ويهدأ ويرجع كل شيء كما كان، ويبدأوا يدخلون فيه أكثر من غيره. اليوم الانترنت، ما رواد الانترنت، تجد أصحاب هذا الفكر أكثر الناس يرتادون الآن مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت تسمى في السابق الخطر القادم والمن يعرف إيش وكذا، وجوال أبو كاميرا وإيش عدو شخل والتأمين أي شيء جديد يأتي لنا دائما موقف منه، ونسوي أزمة اجتماعية وحرب. أنت تقول بتزوج بالجواز، هذا يقول بتزوج السيارة، يعني هذه المسألة السخيفة العقيمة الغبية، سميها ما شئت، قيادة المرأة للسيارة، والله أنها من المسائل المضحكة، وأن من الخزي علينا نحن في مدرستنا الفقهية أن نحط مسألة مثل هذه من ضمن مقررات، يعني كمسألة فقهية ونعطيها حجم ونبدأ نناقشها ونأتي بأدلة يا جماعة، امرأة تركب في صندوق حديد ويتحرك بها يحتاج؟ نعم يحتاج. حينما الفكر يكون مدمر فكريا والأصول تكون مدمرة يأتي مثل هذه البحوث، لكن لو الأصول ثابتة وصحيحة والله ما نحتاج أن نختلف على هذا. فعندنا هذه المشكلة، هي النظرة السوداوية لكل ما يأتي من جديد، دائما لازم كل شيء جديد يبقى عندنا فترة، يمر بمرحلة التحرير ثم شوية السكوت ثم التحليل ثم الركوب بالكامل، ونسبق الآخرين. اليوم الدش عندنا أسوأ بمئة مرة من الدش اللي صارت عليه أزمات كبيرة قبل 20 سنة. اليوم الدش أسوأ وأخطر، ومع ذلك تجده في بيوتنا كلنا، وفي بيوت الوهابية وبيت شيوخها وبيت كل شيء. أين ذهب هذه المشكلة، الأزمة الكبيرة التي افتعلناها؟ ذهبت معنا. أيضا سابعا، عندنا احتكار الفتوى بالمحيط المجاور وحصر الاجتهاد، يعني إحنا وبس مشايخنا وبس، أي مشايخ آخرين نحط في مستبعة وذمتها. وعندنا كذا زي لسه، كل شخص يأتي جديد مثلا من خارجنا يوافقنا في كذا، يوافقنا في كذا، يوافقنا في كذا، هذه النقطة لم يوافقنا فيها يشطب على الملكان خلاص. يا أخي طب هذا رجل عنده فضل، عنده علم، عنده أخي خالفك في هذه المسألة وهذه 2-3-4 مسائل، لكن في الباقي هو يتفق معه ويتفق في الأصول العامة، ورجل مفيد مش طبع عليه بالكامل، ولا يأخذ منه ولا صرف ولا عدل. وأيضا يعني عندنا خلاص شيوخنا هم الذين يفتون، تأتي بفتوى تقول والله يا أخي الأزهر قال، الأزهر يا رجل ليش أزهر فلان المجمع المنع شيخنا قالوا كذا خلاص. وعندنا وهم وزيف
وهذا استطراد اسمحوا لي فيه، وهم اسمه الراجح. تأتي في المسائل يقول الراجح، أين الراجح؟ الشيخ يقول أن هذا الراجح. ما في شيء، ما في شيء في الفقه ترى اسمه راجح. هذه خدعة كبيرة ترى. ما في شيء اسمه راجح. الراجح هو مسألة نسبية. راجح عند من؟ راجح عند الشيخ فلان وفلان وفلان. لكن عند غيره ليس براجح. فما تجي تقول لي الراجح، الراجح المطلق معناها هو الحقيقة المطلقة. الحقيقة المطلقة لا يعلمها إلا الله يا أخي. أنت اللهم اسمه راجح، من اسمه معروف. راجح يعني ماذا؟ يعني هو مجموعة آراء هو رجح عليها، رجحان فقط، ليس أنه شيء قاطع. فدائما هو يقول لك الراجح، وينسب الراجح هذا إلى من؟ إلى شيوخه الذين في المحيط تبعه. ما عدا هذا المحيط لا نريده ولا نتعامل. ثامنا، تغليب جانب التحريم من مبدأ سد الذرائع. وحينما أقول سد الذرائع لا أظن ولا يعني مواطن سعودي إلا ما يعني يضحك ويقولوا هذه المسألة أم المسائل عندنا. طبعا كمسألة أصولية أصول الفقه، سد الذرائع هو أصلا يعني أول من اشتهر به المالكية من الفقهاء، وتابعهم على ذلك الحنابلة، ومنع منه الشافعية والمالكية. لكن المشكلة ليست هنا، هو أحد الأدلة المختلف عليها. وطالما أن فيه من العلماء من قالها قال به، وبعض العلماء لم يقل به، فلا يجوز لنا أننا نثرب على من يأخذ. لكن التثريب أين يأتي؟ حتى الذين قالوا بسد الذرائع من المالكية والحنابلة لم يتوسعوا فيه كما توسع فيه الوهابية في هذا الزمن، حتى جعلوه أداة في يدهم لتحريم المباحات بشكل أزعم أنا في نظري أنه لم يسبق له في تاريخ الإسلام. لم يسبق أن قائمة المحرمات جمعت بالشكل الذي نرى له. افتح أي مذهب من المذاهب الفقهية وخذ قائمة المحرمات لدى أي مذهب ولدى أي طائفة، لن تجد قائمة محرمات مثل الموجودة عندنا. ليش؟ بمبدأ سد الذرائع. وطبعا مبدأ سد الذرائع يعني مبدأ أصوليا لا يصح، وأنا أحترم رأي المخالفين لكن لا يمنع أن يطرح رأيي. طبعا نصره كثيرا ابن القيم، وهم هنا أخذوا الوهابية وتمسكوا فيه بشدة، بينما هم حتى أدلتهم يعني واهية، أدلة واهية. يعني أكبر أدلة يستدلون بها هي في أفعال من صفات الله سبحانه وتعالى، زي ما أقول لك مثلا حرم الله النظرة من أجل أنها تقود إلى الزنا، فقال لك هذا سد الذرائع يا أخي موجود في القرآن فلماذا تنكره؟ يعني الرد على هذا واضح جدا وبسيط جدا، أن الذي حرم هنا بالذريعة هو الله. يعني صح أن النظر هو وسيلة إلى الزنا، ولذلك حرم النظر لأنه وسيلة إلى الزنا، لكن ما الذي حرم؟ الفقهاء أم الله؟ الله، الله هو الحكم. إن الحكم إلا لله، الله هو اللي يحكم. أنت حينما تحرم الحلال أنت تشرع مع الله، أنت تشرع مع الله. فلا يجوز أنك تأتي ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذي يفتروا على الله الكذب يفلحون. أنت تقول لما أحل الله، يعني حتى بعض مشايخنا ممن نحترم من بعض أكابر مشايخنا رحمة الله عليه وغفر له، حرم النقاب سدا للذريعة، قال لك فتنة، مع أن النقاب ثابت نصا، يعني بنص النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنتقب المحرمة. معنى لا تنتقب المحرمة إيش؟ أن النقاب حلال لكن فقط في الإحرام لا تنتقب المحرم. فنص على حل النقاب. نأتي بمبدأ سد الذريعة مخالف نص رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هنا من هنا تأتي مشكلة القول بسد الذريعة. طبعا فالذي نقوله نحن أن الله وحده هو الذي يحرم، هو الذي يحلل، لا يجوز لنا نحن بآرائنا المجردة أننا نحرم. أيضا يعني هم من توسعهم هم ينظرون أصلا إلى المجتمع نظرة غريبة، زي ما قلنا إحنا ينظرون أصلا إلى أدوات العصر أنها فيها مشاكل ويخافون منها، فهم يعيشون في خوف دائم. فلما تأتي ويطبق سد الذرائع يطبقها على هذا المنهج، فلا يكاد يوجد عنده شيء إلا ويحرمه. ليش؟ لأنه كل شيء عنده يؤدي إلى الحرام. ونفتح هذا الباب ويصبح الفقيه كأنه العياذ بالله إله، لأنه بحسب رؤيته هو يقول حلال أو يقول حرام. طبعا مثل ما قلت لكم كل هذه النقاط والله تحتاج إلى بحث طويل، لكن أنا أعطيك فقط يعني فتحة باب
والباقي يناقش. يعني هذه المسألة يعني هلكت بحثا ونقاشا، يعني ليس الآن أنا من أتكلم. تاسعا، التعامل مع المرأة من منظور الفتنة، وهذا أيضا لا أعتقد أن أحد يخالفني بأنه عندنا فيه مبالغات لم نسبق إليها. الفتنة والفتنة والفتنة والفتنة، وطبعا هذا كان موجود من زمن الإخوان، كان أول من بدأوا بالتضييق على المرأة وأنها لا تخرج، حتى منعوها من الخروج للسوق، وجعلوا حتى يعني البيع سووا لها مكان، سووا للنساء مكان بجانب المسجد، ويأتي البائعون إليهم جنب المسجد لكي يقوموا بالبيع على النساء. المرأة ممنوع أن تنزل السوق في زمن الإخوان، مع مجموعة كثيرة من القيود. وهذا طبعا كل من يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة الصحابة وكذا، يعرف أن هذا الكلام لا أصل له، وجاءوا بمبدأ الاختلاط، وما الاختلاط مسميات جديدة حديثة لم تكن موجودة. يا رجل، يكفيك أنك تقرأ في تاريخ المسلمين، عندنا كتب عن أخبار النساء. إيش يعني أخبار النساء؟ تلقى كتب كاملة، فلانة بنت فلان، ويجيب لك نزل، ويجيب لك أخبارها وش سوت وأشعارها. تجي تقول لي بعدين، يقول لك والله الاختلاط، أي اختلاط يا حبيبي؟ روح اقرأ هذه التواريخ، شوف كيف كانت المرأة تعرف، وحتى أبيات غزل يغزل بها وهي تتغزل وكذا، مكتوبة في كتب. اليوم أنت تقدر تسوي كتاب اسمه أخبار النساء؟ سألتكم بالله، في أحد يستطيع يسوي لي كتاب اليوم اسمه أخبار النساء؟ وين النساء؟ وين؟ ما تعرف شيء. فالذين ندعو إليه يا أخي، التعامل مع المرأة، البعد عن الفتن، نحن مع كل ذلك، لكن كل هذه الأمور بالمبالغات التي نراها نحن اليوم هي التي تعمل المشكلة، وينبغي أن نعمل مراجعة حتى نوزن الأمور، لا تكون انفتاح بالكامل، ها؟ ولا تكون أيضا الوضع الذي نحن فيه، الوضع اللي نحن فيه بصراحة شايف ينبغي أن نعيد النظر فيه. عاشرا، التركيز المفرط على المظاهر، حكم على الناس من خلالها، وطبعا أيضا هذا له ارتباط وثيق بالفكر التكفيري، لأن المسألة عنده كلها حسابات كما قلنا، وأرقام وظواهر. أهم شيء عندنا أنك تصلي في المسجد، كيف تصلي في المسجد؟ يعني الإخوان وقبلهم أتباع الشيخ، ضرب في الشارع، يأخذوه يضربوه ضرب مبرح عشان والله ما صلى في المسجد، عشان يبغوا من يوم يشوفهم هو يخاف ويروح يصلي من اجلهم، وما عندهم مشكله، ما عندهم مشكله، حتى الان بعض الاباء مع الاسف عنده هذه المشكله، اهم شيء عنده انه ولده يروح يصلي في المسجد، حتى لو علم انه ما ذهب الى الصلاه الا من اجل والده، يقول لك عادي ما في مشكله. ويخلق لنا ويوجد لنا جيل من المنافقين، جيل من المنافقين. هذه الصلاه انت الله يقبلها يعني على بالك؟ حينما أنت هذا يذهب الآن فقط لأجلك، هو يعبدك أنت، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أين هذا الكلام؟ أين هذا الفهم منا؟ يجب أن يعبد الله بعبادته، يجب أن يتوجه إلى الله بعبادته، لا يتوجه إليك أنت. فأنت حينما تربيه على هذه الطريقة الشكلية هو يطلع شكلاني، خلاص حياته كلها شكلانية. وضحكني يعني بعض المسلسلات الفكاهية حينما جابوا واحد كذا في طاش مطاش، يعني حتى جاب واحد يحك لحيته وكذا، وصار المشكلة، ثم اضطر انه يربي لحية وربى لحية، بدأ وجد الناس كلها صارت تعتبره الشيخ، ويقدمه في المجالس، ويقدمه حتى في الصلاة، ما يعرف يقرأ، ما يعرف يقرأ الفاتحة، وتو كان يعني رجل داشر داعر خربان، بس ربى لحية وشال العقال. العقال طبعا عندنا العام عام مشكلة كبيرة احنا، وراح اذكرها ولها تاريخ ترى، راح تجي معنا، بس انت التزمني بهذا الشكل الظاهر ونعطيك هذا المسمى الذي يخالف قواعد الدين من كل وجه، وهو مسمى الملتزم. وانا الفت في كتاب ان هذا المسمى يجب ان نتخلص منه فورا، لانه مسمى يعني والله غريب. ملتزم يا اخي، ايش ملتزم؟ ايش ملتزم؟ انت مسلم في الاخير، لك ما لك وعليك ما عليك، ملتزم بماذا؟ ملتزم بالدين يا ابو، واحنا وش يعني؟ احنا كفار؟ احنا ملتزمين يا اخي بالدين ايضا الذي تلتزم فيه انت، لكن انت عندك بعض الامور التي تتشدد فيها بطريقتك، هذا شيء يرجع لك. لكن تجي تسمي نفسك ملتزم، ولبس خاص كذا، لبس خاص لازم ينزع العقال ويلبس شمار بدون هذا، ورب اللحيه ويحط المسواك هنا وكذا، وله طريقه معينه وشكل معين وزي معين يتميز فيه عن الناس، والله مشكله. فضلا عنه تزكيه للنفس، هو ايضا يضر النفس،
بسبب المرض. بعد فترة يبدأ يصاب هذا الرجل بالغرور ويصاب بمشاكل نفسية خطيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما كلنا نعرف كان يدخل الرجل الأعرابي فيقول أيكم محمد؟ ما يعرف من محمد من الجالسين وهو رسول الله. ولا أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر كانوا يتميزون باللبس، كان مثله لا يعرفون من هذا ولا من هذا. فهذا أيضا من الأمور المهمة. الحادي عشر أو المظهر الحادي عشر هو الخوف من النقد واستعمال سلطة الدين لردع المخالفين. وهذا طبعا ظاهر جدا. يعني الآن أنا يكفيني الله شر هذا الفيديو اللي أنا قاعد أسجله لكم الآن. ليش؟ لأنه في عندنا خوف من النقد، لا نحب أن ننقد. وتؤتى بسلطة الدين، كيف سلطة الدين؟ يعني جي يلا الحين هذا قاعد يتكلم أخذ ورقة وقلم يبدأ يشوف. أتكلم كلمة كذا يعني قريبة قال شيعي. أتكلم شوي قال لا هذا صوفي. ويلا نعطيه وصف معين ونبدأ في محاربته دينيا. هذا الزنديق، هذا الضال، هذا المبتدع، هذا من يعرف إيش. ويلا نبدأ نسوي عليه حملات ويوتيوب ومشاكل. ليش؟ لأننا نخاف من النقد، نحن لا نريد النقد. وهذه أين هي موجودة؟ في الفكر الوهابي في الأصل. الشيخ نفسه مارسها رحمة الله عليه، نسأل الله أن يغفر له، نسأل الله أن يغفر له. أخوه سليمان ابن عبد الوهاب أخو الشيخ كان من أشد المعارضين للشيخ. هذه معلومة يمكن كثير من الناس ما يعرفها، ولو كتاب علمي مرصن يعني دقيق. والكتاب إيش فيه؟ قال الله قال رسول وقال ابن تيمية وقال ابن القيم. كان يرد عليه من هذا يقول له أنت خالف، أنت تدعي أنك تنتسب لابن القيم وتراك أنت تخالف ابن تيمية وابن القيم. يعني كتاب علمي. أرسل الشيخ سليمان رحمه الله هذا الكتاب مع رسول اسمه سليمان بن خويلد إلى العين، فمسكوا الرسول وأمر الشيخ محمد بن الوهاب غفر الله له قتل. تخيل الرسول ويحمل ماذا؟ يحمل كتاب فيه كفر وشرك. اخرموه. أنا حطيت رابط هذا الكتاب في تغريدة في تويتر، بالله اطلعوا عليه وشوفوا كتاب كله يعني تقرأه ما تدري أنت من كتبه. حتى لو أقول لك هذا الكتاب كتبه عالم من علماء أهل السنة ولا كذا تقول لي نعم، كتاب سني سلفي بحت ويرد رد علمي بحت. ويقتل الرسول، ما دخل الرسول يا أخي؟ الرسول في الحرب لا تقتل، الرسل في الحرب لا تقتل، فكيف هذا؟ هذا جزء من ما أقول لك أن استعمال سلطة الدين لردع المخالفين. إما أن توافقني وإما أنك كافر ومبتدع وزنديق وشيعي ومدري إيش وكذا وكذا وكذا. ها من هنا تأتي هذه المشكلة. ثاني عشر، اعتبار أن السطحية في فهم الشريعة هي الاتباع الصحيح للسنة والسلف. يعني حتى تكون سلفي صحيح لازم أنك تفهم القرآن والسنة بطريقة ساذجة. وأنا هذه والله العظيم أذكر بدايات ما بدأت أقرأ الفقه كنت أقرأه لأفهم وليتعمق. فلما جلست على أول شيخ والله أذكره كان عندنا في أحد المساجد في جدة قبل سنين طويلة قبل الأذان إلى الجامعة، وبدأت أسمع عنده الطرح الفقهي، فكنت أراه يأخذ الألفاظ ويتعامل معها كده خلاص بالألفاظ الحديثة الموجود أمامي، لا أحاول أن أتعمق في فهم المعنى الموجود والمغزى أو العمومات كذا، لا لا لا، فقط هذه الألفاظ الموجودة، هذه الحروف قال كذا، الحروف قالت كذا بهذه الطريقة. هذا الفهم السطحي ينسب ويصور على أنه هو الفهم الصحيح للسلف، أن السلف كذا كانوا ترى يتعاملوا مع القرآن والسنة. والله حاشا، والله حاشا، لأنهم كانوا من أكثر الناس أقيسة وتدبرا وفهما لمقاصد الشريعة وتطبيقا لمقاصد الشريعة، ما كانوا يتعاملون مع القرآن والسنة. لذلك تجد عندك بسبب هذه السطحية تجد الفتاوى المتقلبة التي نعاني منها. اليوم حلال وبعد سنة اليوم حلال حرام، بعد كم سنة تبقى حلال. ليش؟ لأنه فهم سطحي، يجي يأخذ المسألة كذا في بدايتها بسطحيتها، لكن مع الممارسة وبدأ الناس يعني يأخذوا ويعطوا فيها يبدأ يتضح بعدين ويتعمق غصبا عنه، يعني أنها تصبح من المشاكل، الناس تبدأ تعاني فيبدأ بعد ذلك يغير فتوى وخذ. وبدأ الناس يتهكمون الآن على 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 بعض المشايخ وبعض العلماء إنه يأتي ويحرم الشيء الفلاني، يقول لك إيه طيب أصبر خلي بعد سنة ولا بعد شوية حيصدروا لك فتوى بحلال.
عندنا أمثلة طبعا لا تحصى لا تحصى على كم من الناس أيام بداية الصحوة تكلموا معهم على البنوك وما البنوك تركوا أعمالهم ذيك الأيام. واليوم تشوفوا بلحيته وهذه ما شاء الله داخل في البنك وشغال صراف وشغال كذا وين؟ الله المستعان. ثالث عشر استحداث مفهوم الولاء والبراء والمبالغة في استخدامه. هذا المفهوم أصلا يعني حينما تقرأ لا تجد أنه بهذا الاصطلاح وبهذه الحدود يعني له ذكر يعني كبير في 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 كتب المتقدمين عن الولاء والبراء. أصلا حتى تريد أن تفهم معناه أنت تدخل في إشكالات كثيرة. ما معنى؟ أقول لك أنك تتولى المؤمنين وتتبرأ من الكافرين. طيب نتولى المؤمنين عرفنا نتولى المؤمنين نحبهم وننصرهم. أبرأ من الكافرين ما معنى أبرأ من الكافرين؟ أظلمهم؟ قالك لا الظلم محرم. طيب إذن ماذا؟ ماذا تريد أنت بهذا؟ طبعا الظاهر هذا الذي يقال نحن لا نريد ظلم الكافرين لكن في الممارسة نعم الكافر عندنا يعامل معاملة يعني بعضهم حتى كان يرى يرى غير المسلم كذا يتمعر وجهه ويكشر وليش يقول لك ولاء وبراء سبحان الله يعني عكس تماما عكس تماما الفكر الشرعي. يا أخي الإسلام أباح لنا الزواج من الكتابيات هذا المعنى ترى خطير جدا. يعني أنت تخيل أن الله يبيح لك أن تتزوج من كتابية يعني زوجتك تكون يهودية زوجتك تكون نصرانية تخيل تخيل وأنت عندك عقيدة اسمها الولاء والبراء يعني تدخل البيت وهي زوجتك السلام عليكم الله زوجتك لا لازم تبرأ إلى الله منها. من أين هذا؟ من أين أخذتم بهذا؟ ويعبأ في الكتب وكذا يغرس ويبدأ يعطي عقيدة مع الوقت في التعامل المنفر والكاره لأهل الكتاب مع أن أهل الكتاب القرآن والسنة يريد أن نختلط بهم يريدنا أن نختلط بهم. يعني لماذا يبيح لي يعني من قلة المسلمات حتى يبيح الله سبحانه وتعالى لي زواج الكتابية؟ من قلة اللحم عندنا عشان الله سبحانه وتعالى يبيح لي ذبائح أهل الكتاب؟ لماذا؟ من قلة الفلوس عند الصحابة حتى النبي صلى الله عليه وسلم يموت ودرعه مرهون عند يهودي؟ ليش؟ يريدك أن تتقرب منهم. ليش؟ ليش؟ لأنه هذول القريبين منا هذول ما بقينا من الشعر بقينا بس يؤمن بالرسول هو يؤمن بالباعث ويؤمن بالآخرة ويؤمن بالقيامة والجنة والنار والملائكة والجن يؤمن بكل شيء يختلف معك فقط في أشياء بسيطة على رأسي على أهمها الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان طبعا بشريعته التي أتبع فهم قريبين منا. لذلك الله سبحانه وتعالى حرص على أن نكون قريبين منهم ونختلط فيهم حتى يأخذوا ما لدينا. أي كتابي إذا رأى روح الإسلام سيكون إسلامه أسهل بكثير من أي مشرك مباشرة سوف يتجه الإسلام. لذلك هذه الروح فيتنافى معها هذا موضوع الولاء والبراء وأيضا المبالغة في استخدامه وتطبيقاته والكلام فيه الحقيقة يطول. رابعا وأخيرا ثقافة الصراع وإيجاد الأعداء. يعني هذه الحقيقة صارت عندنا ثقافة كل فترة نوجد لنا عدو معين ونبدأ نسل السيوف عليه وهي تقمص هي في باطنها تقمص لما كان عليه بعض العلماء الأشداء وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية الذي كان يرد وعنده كتب رد على الشيعة ورد على كذا ورد على كذا ورد على كذا فهو يريد أن يكون مثله فيبدأ يبحث عن أعداء حين يكون يعني أعداء حقيقيون لكن هو فقط يريد أن يوجد أعداء. يعني أول ما بدأنا بالعلمانية ونخر رؤوسنا بشيء اسمه علمانية واتهموا ذيك الأيام المرحوم رحمه الله تعالى الدكتور غازي القصيبي وقالوا عليه علماني وما علماني وألفوا كتب حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وهذا يرد وهذا يأخذ غلبة طويلة عليه واليوم يترحمون عليه ويعرف بعض من المشايخ والله اليوم أنه يذكره بالصالحات وبالخير وهو رجل نسأل الله أن يتغمده بواسع المغفرة رجل كريم وعظيم. انتهوا من العلمانية راحوا مسكوا لك التنصير الخطر القادم التنصير والتنصير وما أدراك ما التنصير والتنصير في مستشفى الحرس والتنصير في مستشفى من يعرف إيش ومحاضرات ومشروع الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح وحفل ضخم وأنا أذكر كنت من الناس اللي حضرت هذا الحفل حضر من الشيخ بن باز بن عثيمين رحمه الله الدكتور سمر الحوالي ذيك الأيام وترجموا كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. ليش؟ الخطر قادم والتنصير التنصير الحق والدنيا تنحرق. وين التنصير اليوم؟ خلص؟
وين راح التنصير؟ تركناه ورحنا لعدو جديد، رحنا لإخراج المشركين من جزيرة العرب أيام ما جاءت حرب الخليج، وقرر الملك فهد رحمة الله عليه ذيك الأيام أنه يستعين بالقوات الأمريكية للدفاع عن المملكة وتحرير الكويت، وبدأ معنا مسلسل إخراج المشركين من جزيرة العرب، وكان هو المشكلة. تعال خذ من مؤلفات ومنها، وتركنا التنصير وتركنا العلمانية وتركنا كل شيء، تركنا الحداثة ومسكنا هذا هو مشكلة. اليوم تركنا خروج المشركين من جزيرة العرب، موجودين اليوم ما شاء الله مبلطين في جزيرة العرب، حتى لو جاءت قواعد اليوم جديدة ما حد راح يقول لهم شيء، حتى لو قواعد عسكرية والله ما راح يتكلم، خلاص انتهى هذا العدو، مسكنا عدو جديد اليوم الشيعة. يلا اليوم الشيطان الأكبر هو الشيعة. متى جاءت الشيعة يا حبيبي؟ الشيعة لهم 1000 سنة كفكر ومذهب وتعاصرت عليه، اليوم أصبحوا أخطر من اليهود والنصارى، وأصبحوا اليوم أخطر من المجوس، وأصبحوا اليوم ها، وأصبح الصغير والكبير ممن لا كان يعرف والله إيش معنى كلمة شيعة. قبل 10 سنوات والله كثير منهم ما يعرف إيش يعني كلمة شيعة، ما يعرفها إلا أمثالنا اللي راح نروح ندرسنا في كتب العقائد وكذا، عرفنا ما معنى شيعة. يأتيك اليوم الصغير والكبير يتكلم شيعة. ليش؟ ثقافة صراع فقط، نريد دائما أن نجعل لنا عدو ونقعد نتحارب معه. فهذه من الأمور الحقيقة التي من الصفات الموجودة والتي أصبحنا نتسم فيها مع الأسف، وأصبح الفكر الوهابي يتسم بها. إن شاء الله سيكون في لقاء آخر، وهذه المرة سوف نعود إلى التاريخ لمناقشة فكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كيف كان وهل هو فعلا فكر تكفيري، وكيف تعامل مع المسلمين وكيف تعامل المسلمون معه، لعل الله ييسر ذلك إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو اللقاء الثاني في مراجعات الفكر الوهابي، والذي سيكون هذه المرة عن مراجعة فكر ومنهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب من تاريخه ومن كتبه، ودراسة ذلك نقدا وتحليلا. طبعا قد يسأل بعضكم لماذا، ما هو وجه الاعتراض على دعوة الشيخ محمد الوهاب، لماذا نعمل مثل هذه الحلقات وهذه المراجعات؟ الحقيقة أقولها بكل أمانة وصدق، أن ظاهر دعوة الشيخ محمد الوهاب التي وصلت إلينا تخالف باطنها، يعني هناك للدعوة ظاهر وباطن. فالصورة التي نقل لنا بها دعوة الشيخ محمد الوهاب كل يقبلها، وليس علينا معها أي إشكال. بماذا صورت لنا هذه الدعوة؟ صورت أن الشيخ رحمه الله جاء في بلاد كان ينتشر فيها البدع والخرافات والتوسل بالصالحين، ثم جاء الشيخ ودعاهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وانتهى الأمر على ذلك. طبعا لو الصورة بهذا الشكل ما عندنا فيها إشكال، لأننا جميعا نقول أن ما يعمل عند القبور وعند الأضرحة هو مخالف للسنة ولا شك، وهو من البدع ولا شك، وهو حتى مما يناقض يعني التوحيد من أو يخدش التوحيد، لكنه لا ليس هو الكفر الأكبر وليس هو الشرك الأكبر. هؤلاء ما عبدوا تلك القبور ولا عبدوا تلك الأحجار والأوثان، إنما هي كانت كذلك. الحقيقة أن دعوة الشيخ محمد الوهاب جاءت بذلك، جاءت بهذا، أن هؤلاء كفروا وأشركوا وأصبحوا مرتدين، وأصبح دمهم حلال ومالهم حلال إلى غير ذلك. فالدعوة حصل لها نوع من التلميع، وظهرت بصورة كما قلت لكم أنها فقط للبدع والخرافات إلى غير ذلك، ولم تظهر الجانب التكفيري الواضح الظاهر في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. طيب هل يوجد عندنا إحنا أدلة على أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان يكفر، يعني كان يحمل الفكر التكفيري؟ الجواب نعم، هناك عدة شواهد وأدلة، وربما هذه الحلقة إن شاء الله سوف تظهر لك ذلك بما لا يدع مجال للشك. المشكلة ترى فقط في أننا لا نقرأ، ولا فقط أنت لو قرأت شيء يسير وربطت الأمور في بعضها ستظهر لك مثل الشمس في رابعة النهار. وأول هذا يا أخي، أننا نجد في سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب
في بدايتها أنه كان يبحث عن أمراء يبايعهم على الجهاد. وهذا سؤال غريب يجب أن نطرحه على أنفسنا، لماذا ما حاجة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى أنه يطلب البيعة على الجهاد؟ يعني كنا نعرف نحن في ذلك الزمن حينما نقرأ التاريخ كان هناك أمراء على كل منطقة من مناطق المملكة، وكان كل أمير له أطماع في أنه يستحوذ على ما لدى غيره. هذه الحروب كانت حروب دنيوية عادية، لكن وجدنا أن الشيخ بدأ هو الذي يقودها ويسير فيها. فما دخل الشيخ بدعوة بحروب من أجل الملك ومن أجل السلطان، يدخل هو فيها باسم الدين والجهاد. هنا حصلت المشكلة. يعني هو أول ما ذهب إلى الأمير عثمان بن معمر أمير العيينة وبايعه بيعة. أنا هنا أضع 10 خطوط تحت كلمة بيعة. وعندنا اليوم إحنا كثير من السلفيين ينتقدون على جماعة الإخوان المسلمين أنهم يبايعون أميرهم ويقولون هذا كيف البيعة. الآن الشيخ محمد عبد الوهاب جاء ببيعة، وبيعة على من؟ على إيش؟ على الجهاد وعلى الإسلام مع الأمير عثمان بن معمر. وبقي معه فترة وذهبوا وبدأوا يمارسون أشياء كثيرة. أول شيء هدموا طبعا قبة زيد بن الخطاب وحصلت وقائع. ثم بعد ذلك لما تخلى عنه الأمير عثمان بن معمر خوفا من تهديد أمير الأحساء حينما هدده بأنه إذا لم تخرج الشيخ فسوف نفعل بك ونفعل، فذهب مرة أخرى إلى الأمير محمد بن سعود وطلب منه أيضا البيعة على الجهاد والسيف لإقامة الإسلام. فالسؤال، لو كان الشيخ محمد بن الوهاب جاء ليمحي البدع والخرافات اللي احنا قلنا عليها، فهل يحتاج إلى سيف ويحتاج إلى أن ينضوي تحت لواء أمير كعثمان بن معمر ولا كالأمير محمد بن سعود حتى يفعل هذا الأمر؟ هل يحتاج هذا الأمر؟ وهل يحتاج إلى سفك الدماء كما حصل وكما سوف يأتي معنا؟ هل يحتاج كل هذا؟ وهنا تجد سيرة مليئة بالدماء والقتل. هل هذه السيرة تتناسب مع دعوة مفادها النهي عن البدع والخرافات والشركيات التي ليست شركا بالله، هي شركيات نسميها، ها؟ هل ينسجم هذا مع هذا؟ يجب أن نسأل هذا السؤال. كذلك يأتي معك كتب الشيخ طافحة بالتكفير. عندك كتاب نواقض الإسلام، هذا بحد ذاته، هذا الكتاب لو طبقناه بحسب ما ورد فيه من مبادئ أنا أضمن لك لن يبقى ولا مسلم في العالم الإسلامي. وسوف آتي له إن شاء الله إن لم يدركنا الوقت سوف يكون لنا وقفة معه في نهاية هذه الحلقة إن شاء الله. كذلك نكير العلماء المعاصرين عليه واتهامهم لهم بهذا. يعني علماء كثر جدا، بعضهم أحصى يمكن أكثر من 100 عالم، بعضهم أحصى 150 عالم في ذلك الوقت، كلهم اتهموه بالتكفير وبدعوه واخرجوه من السنة. وكان يعني من أشد هؤلاء أخوه الشيخ سليمان ابن عبد الوهاب، والذي أيضا سوف يكون لنا وقفات مع كتابه وما جاء فيه، وأيضا الشيخ عبد الرحمن بن عفالق الحنبلي السلفي الذي كان يعيش في الأحساء وقد أقام حملة شعواء وشرسة على على على, على الشيخ واتهمه فيها بأنه يحمل فكر الخوارج وفكر التكفير. فهذه الأمور كلها تجعلنا فعلا نرى أن هذا الفكر هو لا يختلف عن الأفكار المعاصرة التي نراها اليوم عند داعش وعند القاعدة وعند غيرها. ولذلك هم الآن يتبنون دعوة الشيخ ويوزعون كتبها. أنا حتى رأيت بعض داعش يعني عاملة مطبوعات دعوة كتاب التوحيد وكتاب ناقض الإسلام وكذا، وقاعدة توزعه على أتباعه. لماذا؟ لأنه في اشتراك فكري، ويجب أن نعترف بهذا، ويجب أن يكون عندنا الشجاعة لأن يقول هذا ونقف عنده. الأمر الآن ما عاد يحتمل مجاملات. الإسلام اليوم يحارب ويشوه تشويه لم يسبق في تاريخ المسلمين مثله. اليوم الصد عن سبيل الله من قبل المسلمين أعظم من الصد الذي يمارسه اليهود أو النصارى أو غيره. اليوم عداوتنا وإشكال الإسلام هو من حملته ومن أهله، وبدأ الناس يخرجون من دين الله أفواجا في هذا الزمن حتى من أبناء المسلمين. الآن موجة الإلحاد يا إخوان بدأ يدق أبوابنا
وأبواب حتى بلادنا، حتى السعودية الآن، وحتى دول الخليج، وحتى دول العالم الإسلامي بدأ الإلحاد فيها. لماذا؟ لأنه في أفكار حقيقة لا تمثل روح الإسلام، شوهت الإسلام، أخرجت الإسلام عن 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 مبادئه التي انتشر بها، التي أحبه الناس لأجلها، خرج بذلك عنه. بسبب ماذا؟ بسبب مثل هذه الأفكار التكفيرية الإقصائية التي دمرت كما قلنا روح الإسلام. فدعونا الآن، أنا سوف أبدأ في رأيي في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما استخلصته، سأقوله لكم في أسطر، ثم بعد ذلك أخذكم في جولة في التاريخ ونقرأ مع بعض هذه الأحداث وكيف حصل، ونستخلص منها ما نريد أن نطلعكم عليه. باختصار، ماذا فعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب جاء إلى أناس مسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويصومون ويحجون، لكن هم واقعون فيما وقع فيه الناس من قبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب 700 سنة، وما بعد الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى يوم الناس هذا، وهو أنه سيطرت عليهم بعض الأفكار في التوسل بالصالحين، وأحياناً الاستغاثة، والتمسح بالقبور، وضع الأضرحة، ومثل هذا الكلام الذي ما خلت منه أمة الإسلام من يمكن يعني 800 سنة إلى اليوم. والعلماء شاهدوا هذا، وكلهم أنكره، وبعضهم كرهه، وبعضهم لهم موقف من بعض أنواع التوسل، وبعض أنواع الاستغاثات، وبعض أنواع التبرك، بعضهم كان يجيزها، بعضهم يحكم عليها بالكراهة، بعضهم يجعلها من كبائر الذنوب، لكن ما تطرق إلا ما شذ لهذه الأمور على أنها كفر أكبر، يعني سماها بنفسها كفرا أكبر، يعني فاعلها خرج من الإسلام وأصبح ويعبد الأولياء ويعبد الصالحين، هذا ما قال به أحد. فالشيخ جاء وجعل هذه الأفعال كفرا أكبر بذاته، من يفعلها فهو كافر. وخلوني يا جماعة أتنزل معكم حتى لا ندخل في جدل بيزنطي الآن، ويطلع لي ناس يقول لك تعال وأدلة وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وكذا، من هذه الآيات التي إن شاء الله سأناقشها تفصيلا إن يسر الله، يعني في حلقة مستقلة، لكن خلنا حتى لا ندخل في هذه الأمور التشعيبية التي تشوش علينا، خلينا نفترض فعلا أن هذه الأفعال هي أفعال كفر وشرك أكبر. ماذا فعل الشيخ؟ هل طبق قواعد أهل السنة والجماعة في تكفير المعين؟ ولا هو كفر الجميع بدون استثناء؟ ولمن لا يعرف شرح بسيط كذا عن مسألة تكفير المعين. أهل السنة عندهم قاعدة يقول لك فرق بين الكفر وبين التكفير، الكفر شيء والتكفير شيء. نحن قد نحكم على عمل ما أنه عمل كفري، مثل ماذا؟ مثل شخص يسجد لصنم، مثل شخص يسب الله، مثل شخص يفعل ويفعل، هذا الفعل يعتبر فعل كفر، لكن هل صاحبه كافر أم لا؟ هذا ما يسمى بتكفير المعين. يقول لك لا، الفعل شيء والفاعل شيء آخر، الفاعل هذا مثل القضاء، نحكم عليه حكم قضائي، يعني كيف؟ يعني نأتي إليه ونناقشه ونشوف هل هو والله مثلا جاهل، هل هو عالم، هل قامت عليه الحجة، هل يعرف ما يعرف، هل هو جاهل ناسي مكره إلى غير ذلك، لأن هذه الأفعال قد تصدر من إنسان وهو لا يريدها، أو هو لا يريد الكفر بالله أصلا، وليس على باله أصلا أنه يكفر بالله والعياذ بالله، لكن هو يفعل هذه الأفعال من أجل أحيانا الألف والعادة، أحيانا بعض المذاهب التي تربى عليها، فيها تصوف، فيها كذا، أخذ منهم هذه الأمور وأصبح كذلك. فهو في الأساس هو لا يريد الكفر. فعندنا إحنا فرق بين الكفر وبين التكفير. الآن حينما يقول الشيخ أن هؤلاء كفار، الذين يعني من يأتي إلى القبر ويستغيث عنده ويعمل، يقول لك كافر. طيب حينما تريد أن تكفر هذا الشخص ماذا يجب عليك أن تفعل؟ يجب عليك أن تحاكم هذا الشخص، تأتي إليه وتفهم لماذا عمل هذا الشيء، وهل هو خاصة أنه هذا مسلم،
يعني احنا ما احنا الافعال نتشكك فيها حينما تصدر من شخص مجهول الحال، لا نعرف ما هو، شخص كذا مشينا في الشارع ولقينا واحد واقف قدام شجره وقاعد يدعو ولا قاعد مدري ايش، ما نعرف هو مسلم ولا كافر، فنجي نساله يا فلان انت يا ابو الشباب انت ايش قاعد تسوي قدام الشجره؟ فيقول لك والله يا اخي لا انا كذا، انا مسلم اسمي محمد، ها والله انا نعرف عندنا مشايخنا ان نتبرك بالاولياء والصالحين، وهذه الشجره كان يجلس عندها واحد صالح مثلا ولا كذا 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 يا اخي، تمام. فانت تبدا تعرف هذا، ثم بعد ذلك والله تعرف انه هذا الرجل جاهل عالم، هل هو مسلم غير مسلم، ثم يحكم عليه بالكفر كحكم قضائي، يعني مفهومنا المعاصر اليوم حكم قضائي، تقول بعده ان هذا الشخص مسلم او كافر. الشيخ لم يفعل ذلك، الشيخ مجرد انه سمع ان هذا المكان فيه اناس يقومون بكذا فهم كفار مباشره، وسياتي من التاريخ ماذا فعل بعد ذلك. اتاك بمفهوم غريب وعجيب، قال لك من لم يكفر هذا الرجل او شك حتى في كفره فهو كافر، وهذه كتبها في النواقض وسياتي معنا في احد نواقض الاسلام، يقول من شك في كفر المشركين، من لم يكفر المشركين او شك في كفره. وانا والله اذكر لما قرات هذا اول مره عجزت اني افهمه، قلت ايش معنى من لم يكفر المشركين او شك في كفرهم؟ كيف يعني لا يكفر المشركين؟ مسلم لا يكفر المشركين ويشك في كفرهم. فعرفت فيما بعد ان هذه هي الذريعه والوسيله التي توصل فيها الشيخ الى تكفير عموم الخلق من المسلمين في ذلك الزمان. يعني قبيلة هذا الرجل كافرة، ومن شك في كفر هذا الرجل فهو كافر. يعني قال لك يا أخي يمكن هذا الرجال جاهل، يمكن ترى بيتبع مذهبا معينا من مذاهب المسلمين، قال لك كافر، تشك في كفره إذن أنت كافر. فماذا حصل من ذلك؟ حصل أن الشيخ كفر الجميع، يعني ما بس كفر هذول الفاعلين، يعني نأتي لمدينة مثلا مثل الرياض في ذلك الوقت، ها فيها مثلا خلينا نقول 10,000 ولا 20,000 إنسان، من هؤلاء 20,000 يوجد 100 واحد ولا 200 واحد ولا 500 واحد ولا 1000 واحد يعملون أفعال الأضرحة هذه والاستغاثات وغيرها. قال هؤلاء كفار، طبعا كفار كده على طول بدون إيش شروط تكفير المعين، نحن نجي معهم ونشوف، يقول لك أقمنا عليهم الحجة، وهذا يذكره الشيخ في أكثر من موضع، أقمنا عليهم الحجة. كيف يعني أقمت عليهم الحجة؟ يعني جو قالوا لهم ترى أنتم اللي بتسووا غلط وهذا كفر وهذا كذا، سمعوا الكلام الحمد لله، ما سمعوا الكلام إذن أنتم كفار، تمام. فهؤلاء 100 ولا 200 كما قلنا أصبحوا كافرين. أهل الرياض الذين لم يكفروهم أو الذين شكوا في كفرهم هم أيضا كفار، وبهذا أصبح كل أهل الرياض كفار. وخذ تعال بعد كذا في باقي الأماكن، ويبدأ ابن غنام في التاريخ كما سوف نعرض له الآن يبدأ يطرح المدن والقرى، ويبدأ بالرياض ثم الأحساء ثم الشمال الحجاز ثم مصر ثم العراق ثم اليمن، ويذكر أن هذه كلها البلدان كلها أصبح فيها القبور والشركيات وكلها رجعت إلى الجاهلية، وبالتالي كل أمة محمد في ذلك الوقت أصبحوا كفار مشركون، وسيأتينا من 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 من, من كلام. طبعا من السؤال البديهي الآن، إحنا من وين مصادرنا التي سوف نستقيها لأجل طرح مثل هذا الموضوع ومعرفة ما حصل؟ طبعا أهم مرجع موجود عندنا هو تاريخ الشيخ حسين بن غنام. حسين بن غنام كان مرافقا للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكان حضر معه المشاهد كلها طبعا والأحداث وكذا وعاصرها، وكان الشيخ محمد يطلب منه أن يكتب التاريخ، واستجابة لطلب الشيخ هو كتب ذلك. فهنا أنت أمام رجل يعني حامل لفكر الشيخ بالكامل، ويظهر عليه أنه متعلم ومطلع، يعني ما هو شخص جاهل، فيعني إذا نقل أشياء فأنت تعرف أنه ينقل فعلا مذهب الشيخ وآراء الشيخ، وأيضا الشيخ مزكيه. الشيخ الآن لو 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 خرج علينا الشيخ الآن محمد وقلنا له من ترشح لنا أن يكتب تاريخك وأحداثك، سيقول لك حسين بن غنام، لأنه هو قال ذلك. فهذا مصدر
مهم جدا جدا في فهم ودراسة تراث الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. طبعا في ايضا تاريخ اخر لعثمان بن بشر، لكن هو في غالبه فيما يظهر كان ينقل، يعني اكثر الاحداث تجدها انها منقوله من ابن غنام، الاحداث حتى بنفس الاسلوب بنفس الطريقه. ايضا عندنا من المصادر المهمه هو ما كتبه الشيخ سليمان بن عبد الوهاب اخو الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهذا كتاب قيم جدا، وفيه ذكر كثير من الامور التي كان يفعلها الشيخ وكيف هو كان ينتقدها عليه. نبدا الان معكم في قراءه في تاريخ ابن غنام، حتى يعني نرى اولا انه ذكر كيف ان الشيخ طلب منه كتابة التاريخ، قال: أردت أن أصنف فيما أشرق ضياؤه وانتشر وشاع في غالب الأقطار واشتهر من الغزوات التي هي في محي الدهر كالغرر والفتوحات الإسلامية التي مبدأها العقد السادس من القرن الثاني عشر. لاحظ هذه اللغة وافتح إذنك عليها، ستسمع كثير من هذه العبارات: أهل الإسلام، الفتوحات، الغزوات، الغنائم، الفيء، المهاجرين، السابقين، ديار الكفر، المرتدين، المشركين، عبدة الأصنام. تسمع كثير في تاريخ ابن غنام من مثل هذه العبارات الخطيرة جدا التي تنم عن نظرتهم لتكفير المجتمع في ذلك الوقت بالصفة عامة وشاملة. قال: والإمام أيده الله تعالى يعزم علي في ذلك ويشير، يعزم عليه في أنه يكتب هذه الغزوات وهذه الفتوحات الإسلامية. قال: فشرعت فيه حتى أتقنته تصحيحا وتحريرا. طبعا يفتتح ابن غنام التاريخ بأنه يعطيك أن كيف جميع الموجودين في ذلك الوقت قد خرجوا من الإسلام، فيقول: كان أكثر المسلمين في مطلع القرن الثاني عشر الهجري قد ارتكسوا في الشرك وارتدوا إلى الجاهلية، وانطفأ في نفوسهم نور الهدى لغلبة الجهل عليهم واستعلاء ذوي الأهواء والضلال. ارتدوا إلى الجاهلية وارتكسوا إلى الشرك. طبعا من كان يعيش في ذلك الزمن يا أبا غنام؟ كان يعيش وناس كما قلنا مسلمين، كانوا حتى بعضهم، مو بعضهم، كلهم، إما تلقاه على المذهب الحنبلي أو تلقاه على المذهب الشافعي، يعني ناس مسلمين ومساجد وصلاة وحاج وعلماء وكل شيء، فيه ناس عاديين مثل ما هو اليوم موجود، ليس كاملا، فيه أخطاء فيه، لكن ليس بهذه الصورة. شوف يقول لك ماذا يقول: فعدلوا إلى عبادة الأولياء والصالحين. وهذا إفك حينما تقول عبدوا الأولياء، والله ما عبدوهم يا أخي. طبعا يجيك بالآية الآن: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، يأتيك بالمقتضى. وهذا بحث أنا سوف أتكلم عليه، لكن لابد طالما جاء هذا لابد نتكلم عليه قليلا. مشكلة التكفيريين المعاصرون والقدماء أنهم يكفرون بشيء اسمه التركيب والمقتضى، هو يأتي بالأمور ويركبها تركيبا. يعني مثلا الخارج الأول الذي كفر الناس بالذنوب، كان الخوارج الأوائل يكفرون الناس بترك أي بفعل أي ذنب، يعني تزني، تسرق، تقتل، أنت كافر. طبعا هذا خالفهم فيه الصحابة وإجماع الأمة على هذا، أنه هذا كلام باطل. لكن هم كيف كفروا؟ هم استخدموا شيء اسمه التركيب والمقتضى. كيف؟ يجي يقول لك: الله سبحانه وتعالى أنت تؤمن به أو لا؟ تقول نعم. يقول لك: الله أمر أن لا تزني، صح ولا لا؟ طيب. يقول لك: أنت الآن زنيت، طيب. يقول لك: إذن أنت لا تؤمن بالله لأنك تخالف أمر الله. الله يقول لك لا تزني وتقول له: أنا لا يهمني، سوف أزني وسوف أسرق. إذن أتى هو بماذا؟ لم يؤتي بفعلك الذي هو السرقة أو الزنا، أتى بمقتضى فعلك حسب تفسيره هو. تفسيره هو أن مقتضى فعلك أنك أنت تتحدى الله وأنك ترد أمر الله وكذا وكذا، فأنت بالتالي بهذا التركيب، طبعا مثل معادلات الرياضيات، سين زائد صاد زائد عين يساوي كذا، إذن النتيجة كذا. وهذا نفس الطريقة التي استخدموها. أنت تأتي إلى القبور فتتمسح في الاستغاثة، ما هي؟ عبادة.
إذا أنت صرفت عبادة إلى من؟ إلى الله ولا لغير الله؟ إلى غير الله. إذا أنت أشركت مع الله غيره، إذا أنت كافر. مقتضى وتركيب. فهنا الآن يقول لك فعدلوا إلى عبادة الأولياء والصالحين. الآن هم عبدوا الأولياء والصالحين ولا مقتضى فعلهم حسب رأي ابن غنام والشيخ محمد عبد الوهاب أنهم عبدوا؟ لا، بالمقتضى. قال فعدلوا إلى عبادة الأولياء والصالحين أمواتهم وأحياءهم يستغيثون بهم في النوازل والحوادث ويستعينونهم على قضاء الحاجات وتفريج الشدائد. ثم يأتيك بعد ذلك ويقول وظلوا يعكفون على أوثانهم تلك حتى صدق فيهم قوله تعالى نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون وأحدثوا من الكفر والفجور والشرك بعبادة أهل القبور. يعيد يقول لك عبادة أهل القبور وصرف النذور إليهم والابتهال بالدعاء لهم ما زادوا به على أهل الجاهلية. يعني ما هم زي الجاهلية، لا، يكرموا أهل الجاهلية عندهم، هذول أسوأ من أهل الجاهلية. ثم يأتيك طبعا الآن في التعميم يقول وقد انتشر هذا الضلال حتى عم ديار المسلمين كافة. أنا طبعا قاعد أنقل مقتطفات من قاعد أستطلع. شوف وقد انتشر هذا الضلال حتى عم ديار المسلمين كافة، يعني هذه القبور التي هم كفروا فيها وكفروا أصحابها عم ديار المسلمين كافة. ماذا يعني هذا؟ أن كل ديار المسلمين كفار، واضح. وكانوا يزعمون أن قريوية أعتقد في الدرعية، أن في قريوية في الدرعية قبور بعض الصالحين فعكفوا على عبادتهم وصار أهلها أعظم في صدورهم من الله خوفة ورهبة فتقربوا إليهم وهم يظنون أنهم أسرع إلى تلبية حوائجهم من الله. شوف أسرع، يعني شوف هذا هو المقتضى كما أقول لك. الآن هم اعتقدوا أنهم أسرع إلى تلبية حوائجهم من الله. من قال هذا؟ يا أخي روح لأي الآن شخص ضريحي قبوري صوفي، روح قل له يا أخي هل أنت تعتقد أن السيد البدوي ولا السيدة زينب ولا الحسين ولا هؤلاء الذين تتضرع بهم أنهم أقرب في تحقيق حوائجك من الله؟ والله يمكن يضربك لو تقول له هذا الأمر، يمكن يتهمك بالجنون والعبط أنك تقول هذا. لكن هو يأخذ بماذا؟ يأخذ بمقتضاه هذا الفعل في مفهومه الخاص هو. ومن هنا نزلوا الآيات التي ينزلها الله في المشركين، أخذوها ونزلوها على المسلمين كما سيأتي معنا. وبدأ يذكر طبعا بعض الأشياء التي كانت موجودة، أنه يعني كلها أشياء مثل التي نراها اليوم، يتبرك تمسح كذا، ما عبدوا الأشجار والأوثان كما قالوا، ما عبدوا الأصنام كما قالوا. أنا لما كنت أقرأ وغيري كثير كنا نظن أنهم أتوا باللات والعزة وهبل ووضعوا الأشجار ووضعوا الأحجار وقاموا يعبدوها من دون الله هذا حقيقة الصورة التي نقلت لنا، لكن الواقع ليس كذلك. هؤلاء ناس كما قلنا لهم. طيب يقول أيضا وما يأتونه كذلك عند قبر عبد الله بن عباس رضي الله عنه في الطائف من الأمور، يعني قبر عبد الله بن عباس، يعني ما هم جابوا هبل ولا اللات ولا العزة، يعني قبر واحد من الصالحين من كبار الصحابة وكان عندهم مثلا أمور نحن ننكرها، نعم لا نقول لا، ونقول أنها بدع، نعم، نقول أنها تخدش في التوحيد، نعم، لكن كفر أكبر هنا المشكلة. وأما في بلدان مصر وصعيدها من الأمور التي ينزه الإنسان عن ذكرها وتعدادها، فمنها أنهم يأتون قبر أحمد البدوي وقبور غيره من العباد والزهاد والمشهورين بالخير فيستغيثون ويندبون ويسألونهم المدد ويستحثونهم على كشف المصائب ويتداولون بينهم حكايات وينسبون إليهم كرامات ويحكون في محافلهم أمورا من أفحش المنكر والضلال. ما أتيت من جديد؟ يعني مئات السنين والمسلمون على هذه الأمور والعلماء تعاملوا معها كما قلنا. وفي الموصل، راح للموصل، وصل للموصل كذا وكذا وكذا، وقبر أبو حنيفة وإلى آخره. فباختصار ما ترك أحد في ذلك الوقت إلا ونسب إليه مشكلة القبور والشرك، وبالتالي الأمة كلها أصبحت كافرة بهذا المفهوم والعياذ بالله. يقول لك فمن أخذ شيئا من أنواع الإلهية والعبادة التي لا تصلح إلا لله وجعله لمخلوق فقد اتخذه إلها مع الله وإن لم يزعم أنه إله. هذه هي المشكلة. وترى أيضا كمان مشكلة كثير من التكفيرين والفكر التكفيري عموما أنهم لا يشترطون النية في الكفر. يعني أنت ممكن أنك تكفر وأنت لا تشعر،
ممكن تكون ماشي في الشارع كذا ويجيك واحد يقول لك لو سمحت، تقول له نعم، يقول لك تراك انت كفرت قبل ساعه. لا يا شيخ، لا انا كفرت. اي كفرت. ايش سوي؟ يقول لك يلا اشهد ان لا اله الا الله وتشهد كما قال اولئك الجهال للامام علي رضي الله عنه انك كفرت، واشهد على نفسك بالكفر وتشهد الان شهادتين. لما من كفري فررت، ماذا تقولون ايها الجهال؟ لا انتم. فعندهم الكفر ممكن تكفر انت هكذا بعمل مجرد دون ان تدري وبدون ان تعلم وبدون يكون لك اراده اصلا، مجرد انك تفعل شيء معين تكفر. وهذا باطل، باطل جدا. وربما ان شاء الله ياتينا في 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 لنقاشه يعني علميا. طبعا بعد ذلك حينما ذهب الى الشيخ الى الامير عثمان بن معمر ذكر واقعه ان 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 انه اقام الشيخ حد الردة على 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 امراه، حد عفوا الزنا على امراه محصنه ورجمها. وهذه طبعا دائما تتكرر ونستغرب الحقيقه منها. دائما لما تاتي هذه الجماعه التي يعني نحن نرى انها تحمل الفكر التكفيري، تجد على طول عندهم الرجم حصل وكذا، مع انه في تاريخ الاسلام كله لم يقع يعني حالات الرجم الا مرات معدوده، لان قواعد الشرع اذا طبقت بالشكل الصحيح لا يوجد رجم، لا يوجد رجم. وخصوصا حينما يكون بالاقرار كما حصل مع هذه المراه. هذه المراه جاءت وقرت على نفسها بالزنا يعني. فما هو معلوم شرعا ان المراه اذا قرت على نفسها بالزنا او الرجل ورجم ثم هرب، يعني اتى الم الحجاره فهرب، يترك لا يطبق عليه الحد. فطبعا لو طبق بهذا الشكل نادرا يعني انه ان يحصل انها ترجم حتى الموت وهي لا تتحرك. يعني من هذه الغامديه يعني في معاصره؟ تابت توبه ملأت اهل الدنيا، الله اعلم. لكن حقيقه يعني في تشكك ياتينا. ويزيد من هذا الشك ان العلماء شنعوا عليه في ذلك الوقت، وذكر هذا ابن غنام في التاريخ حيث قال بعدها، قال فلما جرت هذه الحادثه كثرت اقاويل اهل البدع والضلال، كل من عداهم مبتدع وضال على طول. وتطاولت السنه العلماء عليه ينكرون ما فعل مع انه لم يعد الحكم المشروع بالسنه والاجماع. يعني حتى العلماء في ذلك الوقت انكروا هذه الحادثه. الله اعلم. ثم بعد ذلك يقول لك فبسط، يذكر انه لما يعني تخلى عنه الامير عثمان بن معمر وذهب الى الامير محمد بن سعود، ياتيك هنا يقول فبسط الامير محمد يده وبايع الشيخ على دين الله ورسوله والجهاد في سبيله واقامه شرائع الاسلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. بايع على دين الله والجهاد في سبيله. جهاد من؟ الجهاد مصطلح إسلامي يطلق عندنا في قتال المسلم للأعداء من غير المسلم. لا نفهم الجهاد إلا هكذا، خاصة حينما يقترن ببيعة. يعني أنت قاعد تتكلم عن الجهاد الأصلي وإقامة شرائع الإسلام والأمر معروف والنهي عن المنكر. وبدأ بعدها عن مسلسل القتل، فقتلوا أيضا الأمير عثمان بن معمر. ولاحظ يقول انه يعني هم اشتكوا فيه الرجل ان انه كان يعني يخالفهم ويعني قد يكيد لهم مثلا بالمكائد، فقال الى ان تكرر منه ذلك المكر وظهر نفاقه، نفاقه انه ابن معمر منافق يظهر لهم الايمان ويبطن الكفر طبعا. قال فانكشف امره فقام بقتله جماعه من اهل التوحيد بعد أن انقضت صلاة الجمعة في مصلاه بمسجده في العيينة. يعني قتلوه داخل المسجد. هذا عابد الوثن وعابد الحجر. احنا نتكلم الآن عن دعوة ماذا؟ دعوة أناس ارتدوا عن الإسلام وعبدوا الأشجار والأحجار، ثم يأتي ويقتل إنسان في داخل المسجد، في داخل المسجد يصلي في صلاة الجمعة، ويقول لك هذا جهاد وهذا إنكار للبدع والمنكرات والحوادث فقط وليس تكفيرا. ثم أتى الشيخ وبدأ يقول وكاتب الشيخ بدعوته أهل البلدان ورؤساءهم ومدعي العلم فيهم، فمنهم من قبل الحق واتبعه ومنهم من اتخذه سخريا واستهزأوا به. تكاتب بدعوتك أهل البلدان لماذا؟ ماذا تكاتب؟ هذه يعني احنا على طول نستحضر فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يخاطب الملوك، أني رسول لكم من الله وأسلم تسلم وإن لم تسلم يعني أنه سوف يأتيك ويأتيك. فشيء غريب حقيقة.
يأتي بعد ذلك ابن غنام ويكتب لك باب كامل اسمه الغزوات، الغزوات كذا كذا الغزوات، ويبدأ يفتتح يقول: أرسل هو والأمير محمد بن سعود إلى دهامة بن دواس رئيس بلدة الرياض ليتبع طريق الحق وينضم إلى الجماعة، واجتهد في نصحه ما وسعهما الاجتهاد. تمام؟ ثم تبدأ تأتيك العبارات الكثيرة جدا التي يمكن لو عددتها أنا أقول لك تتصل 100-150-200 مرة، يذكر فيها ابن غنام الشيخ محمد الوهاب وجماعته بالمسلمين، يصفهم بوصف المسلمين، ويصف من يحاربونهم بالمشركين. فيأتيك مثلا في أحد الوقائع يقول: فانهزم دهام وجماعته والمسلمون بأثرهم، المسلمون بأثرهم. تمام؟ ثم يأتي بعد ذلك: فلم يشعر المسلمون إلا وهم خلفهم فانكسروا في إيش؟ في الواقع. ثم يقول لك: واستشهد من الجماعة، عبارة إيش؟ الاستشهاد، الاستشهاد، واستشهد من الجماعة. يأتيك في موضع آخر هنا ويقول: في وفي هذه السنة ارتد إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن أمير ضرمة. ارتد، ارتد كيف؟ لأنه هذا كان معهم يعني غزوه وأخذوا هذا، ثم بعد ذلك تركهم وانقلب عليهم، فيسميه مرتد على طول، هذا ارتد. ثم غزا المسلمون بلدة الزلفي، ثم غزا المسلمون الخرج، كذا غزا والمسلمون، ثم أغار المسلمون على فريق من البدو يقال لهم دهيمان، فأخذوهم أجمعين وقتل من المسلمين اثنين. كذا أغار على فريق من البدو المسلمون، أغاروا على هؤلاء فأخذوهم أجمعين. شفت كذا؟ وفي أواخر هذه السنة يقول: ارتد أهل منفوحة، كذا أهل منفوحة كلهم ارتدوا. ليش؟ لأنهم يعني ضجروا من هذه الدعوة ورفضوا مطاوعة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقالوا لا لا نريدك، ارتدوا ارتداد كامل. قال: ارتد أهل منفوحة ونبذوا عهد المسلمين، ارتدوا. والعجيب سبحان الله، يعني دعوة الحق ودعوة الإسلام الصافي يقبلها الناس بفطرتهم، لا يدخلوها مكرهين. فهؤلاء الناس في ذلك الوقت دخلوا هذه الدعوة مكرهين، والدليل على هذا أنه حصل كثير من الارتدادات التي يذكرها ابن غنام والتي الآن سوف يوضح جانبا منها. يقول: وحين رأى الشيخ محمد بن عبد الوهاب تظاهر بعض أهل البلاد بالضلال وارتداد من ارتد منهم عن التوحيد، كثرت الإيش؟ التراجعات والخروج عليهم، ما عاد صاروا طايقينهم الناس. يقول: جمع في هذه السنة 1167 أهل الإسلام من بلادهم ووعظهم وبين لهم سنة الله فيما يجري على أهل التوحيد من أهل الفجور والشرك، وكشف لهم معاني الآيات الواردة في القرآن بذلك، وبشرهم بالنصر والظفر إن استقاموا على الدين وثبتوا عليه، وأمرهم بالرجوع إلى الله والتوبة وصدق النية، فتصدقوا بصدقات كثيرة وسألوا الله النصر. كيف؟ لأنه مروا بارتداد كبير عن الإسلام. ثم يأتيك في واقعة عجيبة يقول: ثم إن السيايرة في بلدة طرما، هذول ناس يقول عنهم الغنام، يقول: احتقروا أهل الدين، هكذا يقول، احتقروا أهل الدين. ومن هنا ترى يأتيك في النواقض موضوع الاستهزاء، كانوا حريصين عليه لأنه كانوا يستهزأ بهم كثيرا، كانت أقوالهم غريبة، فكان يعني يتعرضون كثيرا للسخرية منهم، فجعلوها ناقض على طول من نواقض الإسلام. فهنا قال لك: احتقر أهل الدين، فرفعوا أمرهم إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فقال: نحن نجهل حالهم، فإن كنتم تحققتم منهم شيئا فامضوا فيهم بعلمكم. يعني فوض لهم الأمر: أنا ما أعرف عنهم، روحوا أنتوا شوفوا، اللي تشوفوا فيهم شفتهم كفار خلاص. وفعلا شوف إيش قال، قال: فبادر إليهم أمير ضرمة وجماعته فقتلوهم صبرا. صبرا في لغة العرب يعني بدون قتال، بدون سيف، كذا زي الأسرى مسكوهم وقتل، وكأنك تشاهد جماعات التكفير المعاصرة اليوم بأم عينك. ومن الذي كفرهم الآن هنا؟ الشيخ نزل إلى الساحة ونظر فيهم
وحتى يكفر المعين كما قلنا نظرا لهؤلاء. قال انا ما اعرف حالهم، اذهبوا فيهم بعلمكم. ومن هذولي؟ طبعا معروفين، ناس جهله اعراب ما يعرفون ولا شيء، يعني ايش بيكونوا يعني حتى ينفذوا مثل هذه الامور؟ اذهبوا فيهم بعلمكم، وقتل ودم. الله المستعان. وفي هذه السنه، وهنا هنا نكبه النكائب الحقيقه، هنا نكبه النكائب. وفي هذه السنه ايضا قتل سليمان بن خويطر. هذا بن خويطر كان رسول الشيخ سليمان بن عبد الوهاب في رسالته التي ارسلها الى اهل العيينه، رساله علميه موثقه مضبطه، شيء يعني تقرؤوها، واتمنى انكم تقرؤوها الحقيقه، علم علم حقيقي ورصين. انظروا ماذا فعلوا به. في هذه السنه ايضا قتل، وهنا بعض الاخوه رد علي في هذا الكلام، قال كذبت. اقول تفضل شوف. وفي هذه السنه ايضا قتل سليمان بن خويطر، وسبب ذلك انه قدم بلده حريملاء خفيه، وهم اذ ذاك بلد حرب. حط له تحت هذه برضه خطين سناتي لها بعدين. شوف كيف انه حولوا بلاد المسلمين الى بلاد حرب، وهم اذ ذاك، ايش معنى بلاد حرب لمن لا يعرف؟ ديار المسلمين اما تكون دار اسلام، واما دار عهد التي يكون بيننا وبين الكفار فيها معاهده، واما دار حرب، يعني ناس يحاربوننا في الدين وليس بيننا وبينهم اي عهد ولا ميثاق. وهؤلاء دار حرب، نستطيع ان نقاتلهم ونقتل منهم ومباحين لنا. فالان هم جعلوا الان بلدهم اذ ذاك دار حرب، يعني في كل البلدان طبعا هم جعلوها ديار حرب. فبيقول لك وهم اذ ذاك بلد حرب. يقول فكتب معه قاضي البلده سليمان بن عبد الوهاب اخو الشيخ كتابا الى اهل العيينه، ذكر فيه شبها مريبه واقاويل محرفه واحاديث مضله، والله ما في شيء من هذا، وامره ان يقراها في المحافل والبيوت. فالقى بذلك في قلوب بعض اهل العيينه شبهات غيرت قلوب من لم يتحقق الايمان ومن لم يعرف مصادر الكلام، فامر الشيخ به ان يقتل فقتل. فأمر الشيخ به أن يقتل فقتل. قتل من؟ الرسول الذي جاء بالكتاب. ثم يكمل بعد ذلك الفتوحات المزعومة، يقول لك ثم فتح المسلمون حريملاء عنوة. عنوة هذا مصطلح حتى فقهي، يعني فتح عنوة والفتح صلحا وهكذا، يعني قاعد بيتكلم على كفار، كأنك تقرأ أنت الآن في تاريخ ابن هشام. ودخل المسلمون البلدة وأعطى عبد العزيز بقية الناس، عبد العزيز بن محمد طبعا بن سعود، بقية الناس الأمان، وصارت البلدة فيئا من الله، ودورها ونخيلها غنيمة للمسلمين. يا إخواني قالها، يعني هذه الآن غنيمة للمسلمين وفيء وللمسلمين. ما معنى هذا؟ معنى أنهم كفار ما تحتاج. شوف ماذا يقول لك. ثم أقبل عبد العزيز يعني بن محمد بالأموال والغنائم إلى الدرعية، فقسمها الشيخ محمد بن عبد الوهاب متبعا بذلك سنة رسول الله وما كان يصدر عن السلف. غنيمة من كفار مشركين. من هم؟ نعيدها للمرة الثالثة، كما قلنا مسلمون حنابلة وشوافع، عندهم أخطاء. وفي سنة 1169 رفع الله عن أهل القويعية الشرك وهداهم إلى التوحيد، فوفدوا على الشيخ والأمير في الدرعية فبايعوا على الإسلام. وحين شوفوا هذه الواقعة الآن تبين لك أنهم هاجروا، عملوا حتى مفهوم الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام حسب اعتقادهم. قال وحين عاد عبد العزيز إلى الدرعية استأذن المقاتلة في أن يوزع الغنائم على المهاجرين، فطابت بذلك نفوسهم. يعني كأننا نستحضر الآن الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكة حينما أعطى المؤلفة والطلقاء ولم يعط الصحابة والمهاجرين والأنصار. ومن يشاهد هذا الكلام ممن عنده في التحليل النفسي يعرف أنا ماذا أقصد بهذا. يقول لك وحين عاد استأذن المقاتلة في أن يوزع الغنائم على المهاجرين، فطابت بذلك نفوسهم. على من؟ على المهاجرين. ثم يأتيك بعدها بقليل ويقول وكان أهل شقراء من السابقين إلى التوحيد.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. في عندنا مهاجرين ما شاء الله، وأصبح في عندنا السابقين. ثم يأتيك بعد ذلك يقول: فطلب أهل ثادق المصالحة وأقبلوا على الإسلام، وقدموا مع المسلمين إلى الشيخ في الدرعية، فأمر عليهم دخيل بن سويلم، وأرسل معهم أحمد بن سويلم يعلمهم التوحيد، يعلمهم التوحيد والأحكام، يرسل معهم من يعلمهم دينهم، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل. يعني هذول ناس خلاص مشركين بالكامل، كفار، قاعد يروح يسلم يعلمهم دينهم من أول وجديد. يأتيك بعد ذلك يتكلم عن الحوطة والجنوبية، فيقول: وكان أهل هاتين البلدتين قد أرسلوا إلى عبد العزيز ليقدم عليهم، وأنهم يريدون الدخول في الإسلام وإعطاء العهد على ذلك. هذا ما تيسر ذكره من كتاب تاريخ ابن غنام، والكتاب موجود، وأتمنى أنه تعودوا إليه وتطلعوا وتشوفوا، لأن أنا بس مقتطفات، لكن لاحظ في هذا وأنت تقرأ المصطلحات، لأنها مهمة جدا. كما قلنا، المسلمون، المشركون، دار العهد، الفيء، الغزو، الجهاد، السابقين، الهجرة إلى آخره، كلها علامات واضحة وظاهرة على أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له كان يكفر المجتمع بالكامل، وعمل فيهم بالسيف كما ذكر في هذا التاريخ. طبعا سأطل الوقوف هنا لأن الوقت أدركنا، وإن شاء الله يكون في لقاء آخر نبدأ فيه مع كتاب الشيخ سليمان بن عبد الوهاب وما ذكر فيه عن الشيخ، وأيضا مراجعة في نواقض الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب ومناقشة بعض ما ورد فيها. إلى ذلك تابعونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.